بقول لك ايه، ارغي. طب بتقيم الشخص اللي قدامك بناء على ايه؟ لا ما بقيمهوش يا جدع. عم انا اقيمه ليه يعني؟ انا مالي، حلو لنفسه ووحش لنفسه. صح. طب مين الشخص اللي بيبهرك؟ لا ما بنبهرش برضه. هنبهر ليه؟ بيطلع في الاخر خازوق قد كده. طيب ايه الحاجة اللي تخليك تحب شخص معين؟ انه يخليه في حاله يا جدع. هو يخليه في حاله وانا احبه طول ما هو في حاله ومتلاشيني هحبه. تراي والله. انا بحاول اصل ده كله بيستنزف من طاقتي. انا اقيم ليه واقعد اشوف ده حلو ليه ووحش ليه؟ احنا هنعدل الخلق يا عم. خليه كل واحد على حاله على وضعه. مناسبك كده اهلا وسهلا، مش مناسبك انا خلاص سيبه في حاله. لا يهمك وجهة نظره فيك ولا يهمه لوجهة نظرك انت فيه. تمام يا حاج. طيب ايه اقوى درس اتعلمته في 2023؟ كله رايح، العالم بينتهي خلاص، الناس مش هتكلم نفسها. والله تلاقي الناس ما بتضحكش، محدش بيضحك، كل واحد عنده. وبص انت ما تعرفش اذا كان منبهر ولا مصدوم مزوهل. والله العظيم تحس ان الناس بقت كل واحد في دنيا غير الدنيا. طيب ايه الاهداف اللي انت ناوي تدخل بيها 2024؟ لا مفيش، بس نعيش لبكره. احييني النهارده وموتني بكره. والله العظيم، والله العظيم يا ياسر، ولا ليك عليا حلفاء. انا بص مش حاطط امل ان انا اعيش بكره اصلا، ان انا اليوم ده يخلص، ان احنا نوصل الطريق اصلا. بص يا باشا، صلي فروضك، ادي اذكارك وحق ربنا عليك، نام وانت مش ظالم حد بالليل. يعني تحط راسك على المخده كده، ظلمت حد؟ لا. في قلبي غلة او حقد او اي شعور سلبي تجاه اي شخص؟ لا، انت كده في السليم، انت كده عسل، مش عايز حاجه من الدنيا، وربنا يديمها نعمه. انت حيرتني يا عم، غلبت فيك والله. خلاص يا عم، مش سألك حاجه تاني. يبقى اريح. سلام. انزل امشي. سلام.